أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. بعيدا عن الريشة التقليدية والفن الكلاسيكي، ظهر في الآونة الأخيرة نوع جديد من أنواع الفنون يعتمد بشكل مباشر على التقنية الإلكترونية، ولاقى قبول واستحسان كبير بين فئة الشباب. هذا الفن بيعتمد بشكل مباشر على طبعا الألواح، الرسم الإلكتروني والأقلام الضوئية والفوتوشوب، وكثير من الشباب وجدوا نفسهم وإبداعاتهم في هذا النوع من أنواع الفنون. إحنا حابين نتكلم أكثر على هذا النوع من أنواع الفن مع ضيفنا الكريم بالاستوديو. إحنا معنا الفنان محمد غبرة، والذي يتميز بهذا الفن بشكل متميز وكبير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله وشاكرين تواجدك بسيدتي. شكرا لك. ويعطيك ألف عافية. أول شيء، مش كل الناس بتعرف إيش هو الفن الرقمي، ولا هم عارفين هو عبارة عن إيش، بيعتمد على إيش. إحنا ذكرنا في المقدمة أشياء بسيطة، لكن حضرتك هتعطينا فكرة عن هذا النوع من أنواع الفنون وإيش الفرق بينه وبين الفن الكلاسيكي. الفن الرقمي ظهر في أوروبا بشكل موسع جدا، واعتمدوا اعتماد كامل في الأفلام، اللي هي الأفلام الأكشن وأفلام اللي هو 3D والأنيميشن وإلى آخره. الرسم الرقمي أو الرسم الديجيتال يتنوع لأنواع كثيرة، منها اللي هو الأنيميشن والبوب ديجيتال والرسم اللي هو الثري دي ورسم الخلفيات يعني بيستخدم في الأفلام الأكشن أكثر شيء يعني. وكيف ظهر عندنا؟ ظهر عندنا في التقنية، يعني نحن الآن في عصر التقنية التكنولوجيا. الآن ما في شخص، ما في رجل أو امرأة أو طفل بصفة عامة، الأطفال الآن المراهقين أو هذا ما عنده في يده جوال. أكيد. نعم. الجوالات هذه كلها إيش؟ رقمية. الكاميرات الآن اللي موجودة هي عبارة عن رقمية. استخداماتنا نحن كمثلا كمصمم جرافيك او مصممه ازياء او هذا، الان صار استخدام رقمي كله عن طريق رسم إيش؟ التصاميم والديكورات والى اخره. صار نعم، صار كله عن طريق ايه؟ عن طريق الجهاز الكمبيوتر اللابتوب. هذا يعتبر ايه؟ يعتبر الرقمي. استخدام برامج الرسم، برامج التصميم، كلها تعتبر رقميه. تمام. طب يعني هو يعتبر اسهل من الرسم الكلاسيكي او بالريشه، ولا يعتبر اصعب، ولا شوفي هو وهل ضروري يكون الموهوب بالرسم الريشه او برسم الرقمي يكون موهوب برسم الريشه؟ شوفي، هو اعتماده على الفنان، خبرات الفنان الطويله هي اللي تخليه يعتمد، ما يعتمد اعتماد كامل على انه فقط الريشه. يجي ممكن انه يكون الريشه والنحت وغيره، اي خامه في يد الفنان ممكن يحولها لحاجه ابداعيه. اعتماد الفنان الكامل على الخبرات السابقة في الريشة هي اللي تقدر تخليه يوصل انه يعتمد اعتماد كامل انه ممكن يدخل لعملية الفن الرقمي. طب ليش يعني لاقى استحسان اكبر بين فئة الشباب، ما كان الاستحسان بين فئة الكبار شوية من الفنانين؟ نعم، الان في المرحلة اللي نحن فيها الفرق بينه مثلا بينه وبين الرسم العادي، انه الرسم العادي زي لو على سبيل المثال انا بستخدم الوان زيتيه، حجلس اقل حاجه اسبوعين الى شهر في عمليه الالوان الزيتيه عشان تنشف والنظام ده. الان اللوح الالكتروني ما عندك عمليه انه ينشف لون، انت بتشتغلي على حاجه متواصله، يعني عندك لون سريع معك في الموضوع. عدد ساعات العمل ممكن توصل إلى 5-6 ساعات على حسب المزاج يعني. غير كده أنه عملية الطباعة ممكن تصير على كانفاس، طباعة اللي هو العادية في نفس النظام ده. وانت كيف تعلمته؟ كان تدريب ولا كيف؟ والله أنا عملت معرض في 2014، كان فيما يقارب في حدود 40 بورتريه لشخصيات متنوعة، طبعا من صور. بعد كده طبعا كان عندي انه يعني فضول الاستكشاف بصفه عامه، وكنت مع عندي جهاز صغير وبدات ارسم عليه، وكنت احاول انه والله ادمج ما بين الخبره السابقه في اللوحه الفنيه الى الخبره الالكترونيه.
وبدأت أحط وأعمل نفس النظام وأرسم نفسه اللي هنا اللي أنا بعمله السكتش الخارجي بعمله سكتش على لوحي. بعد كده صارت الممارسة مرة اثنين ثلاثة إلى أنه أتمكنت من نفس اللون. طيب أنا بحط نفس الألوان اللي موجود على اللوحة الفنية وأقدر أسوي لها تحليل فني اللي هو تحليل إلكتروني وأقدر أنزلها على نفس اللوحة الإلكتروني. بعد كده اشتريت جهاز، الجهاز من شركة وكم، مقاسه 22 بوصة HD، معاه قلم إلكتروني كبير، أعطاني مساحة مرة كبيرة. مميزات الجهاز على حسب مميزات إيش البرنامج اللي أنت بتشتغل عليه. يعني مثلا على سبيل المثال لو كان من ضمن البرامج الموجودة فيه عندك برنامج سكتش بوك، عندك برنامج اسمه برنت فريش، وفي برنامج اللي هو الفوتوشوب، وبرنامج الرسام، أي برنامج من البرامج دي. تمام. أنا حسألك سؤال، إذا كان الفن الرقمي أو الرسم الرقمي يعتمد مثل اللوحات الزيتية على المخيلة أو قوة الخيال، أم هو يعتمد على الواقع؟ حسألك هذا السؤال يعني مقدمة لشيء ثاني أنا يعني حابة أوري المشاهدين يعني شيء حضرتك قدمته لي. طيب. أوكي، إيش بيعتمد على الخيال؟ شوفي ولا هو واقع يعني؟ خلينا نتكلم بصفة عامة، الفن بصفة عامة أو الرسم ما عمره اعتمد على خيال. ما عمره واحد يجي يقول والله أنا رسمت شجرة مثلا وبس ما عمري شفت الشجرة دي ولا أعرف شكلها بس رسمتها من مخيلتي. لا، هي القصة اللي بتوصلها فيها خيالات. ايوه طيب، بس انت قصدك على المواد الموجودة. لازم مرجع الفنان. أوكي. لازم له مرجع. انا والله يا برسم واقعي، ما عمره اجي ارسم واقعي من دماغي واقول والله من مخيلتي. الفنان لو ما كان عنده في مخيلته في ذاكرة فيها صور من الواقع ما راح يقدر يتخيل ايش الحاجه اللي هو حيرسم. انا جاي قلت كده لانه انا طبعا شاكره ليك، حضرتك قدمت لي صوره، يا ريت تجيبوا الكاميرا عليها يا شباب. قدمت لي صوره انا نزلتها عندي بالانستغرام، مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، ولقت استحسان كبير. اول شيء انا ليه قلت كده، صوره جدا حلوه، انا بس احب اقول لك يعطيك العافيه، تسلم يدك. اول شيء انت اعتمدت على صوره حقيقيه في هذه الصوره. انا لي صوره فعلا كده نزلت غلاف في احد المجلات كانت نفس دي. والشيء الثاني يعني قد ايه اخذت وقت منك؟ هل كانت يعني متعبه في صنعها ولا كانت سريعه؟ وليه ما تخيلت شيء ثاني؟ يعني ليه ما تخيلت وجه مثلا شكل ثاني لانه نفس الصوره كانت. طيب انا غيرت اللبس اللي لا موجود. هو نفسه. لا مو نفسه. والله؟ نعم. في زخرفه ممكن تشوفيها، فيها زخرفه موجوده على الشاشه. زخرفه ايوه نباتيه. ما هو كان يمكن فقط خطوط اللبس. اي صح، خطوط اللبس. يا ريت احنا عندنا الصوره الاصليه بس هي موجوده بالانستغرام. خطوط اللبس حاجة. كانت ما عدا طبعا انا فقط اللي هو اللي رسمت البورتريه مع الشعر. وبعدين حبيت انه انا اغير. تمام. يعني هو اعتماد الفنان هو كيف يغير. يعني قد ايه اخذت منك وقت الصوره؟ اخراج العمل يعتمد على ايش فكر الفنان. اخذت الصوره مني فيما يقارب في حدود 5 ساعات متواصله. 5 ساعات؟ نعم. دي لو على زيتية قد ايه تاخذ وقت؟ اقل شيء اسبوعين بالنسبة لي. اسبوعين؟ نعم، لانه انت شوف الخامة اللي انت عندك. الالوان الزيتية لازم انشف اللون عشان انا اقدر اعطيله المرحلة اللي بعده. يعني انا كنت في يوم من الايام اسمع عملية طبقات لونية، ما كنت اعرف ايش يعني طبقات لونية، لين دخلت في مرحلة الطبقات اللونية لنفس مثلا البشرة. اوكي. اللون الاول مثلا يعتمد على ايش؟ مثلا تاسيس العنصر، وبعد كده الالوان اللي بعدها. فالاكريليك ممكن يكون سريع في ويعتمد على سرعه الفنان. يعني في فنانين ما شاء الله يجلس قدامك يرسم اللوحه في 5 دقائق او 10 دقائق، اعتماده بسرعته بالممارسه. محمد، هل هذا يعتبر هو عملك الاساسي؟ والله في هذه الفترة نعم. وهل هو مربح يعني مفيد ماديا؟ والله أنا بعتمد عليه. بنفتح العيون عليك بالمناسبة، بس احنا بنسأل عشان نعرف. والله الآن في ذي الفترة نعم، لأنه أنا ما عندي وظيفة، أعتبر نفسي أنه وظيفتي فنان تشكيلي أو موظف رسم رقمي. بأجني منه أرباح، لكن ما هو الربح اللي هذا، أنا يعني
حبيت أنزل للمجتمع. الرسم الرقمي قيمته أو الرسم بصفة عامة قيمته لا تقدر بثمن. أتفق معك. نعم. لما أنا أجي أقول والله للزبون أو للمحب للفن الرقمي إنه بالمبلغ الفلاني والمبلغ الفلاني ده كبير عليه، ما أتوقع إنه حيوصل معي، ما حيجي في الموضوع. لكن هي وسطت المبلغ بحيث إنه يكون في يد في متناول الجميع. وبحيث إنه ينتشر الفن بصفة عامة. وأنك توصله بأيدي. وأوصله نعم نوصله. احنا شاكرين لوجودك ويعطيك الف عافيه وكل التوفيق، وشكرا لك على هذه اللوحه الجميله، حقيقه حبيتها. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا. اذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقره ما زالت فقرات نفسيتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، جمعيه نقاء تقيم ختام فعاليات الرياض بلا تدخين،